بسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد امين. المجد للآب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كله امين. سلام لكل اولادنا وبناتنا ومتابعينا قناة تنهوس ايروك، اهلا بكم، مبسوطين جدا متابعتكم، وحشتونا جدا، وان شاء الله نرجع الكنيسة وترجع الحصص زي الاول واحسن ان شاء الله. النهاردة هنحفظ مع بعضينا لحن المحير لعيد القيامة المجيد. يعني المحير ده بنقوله في عيد القيامة، بنقوله امتى بقى في عيد القيامة؟ من اول ليلة عيد القيامة الى اليوم الذي يسبق عيد الصعود. لو تلاحظوا انه في بعض الالحان كده ان شاء الله تنزل، يعني وتكون نزلت يعني بتاعت الحان عيد القيامه، بنقولها في ليله عيد القيامه لحد امتى؟ لحد اليوم التاسع والثلاثون اللي هو قبل عيد الصعود بيوم واحد. الالحان دي خاصه بعيد القيامه، لكن بعد كده بنغير حاجات بسيطه وبندمجها، يعني بنخليها ايه بين القيامه والصعود، او نقولها يعني مثلا ايه، هنقول مرد التوزيع، بنقول يسوع المسيح ملك المجد قام من الاموات، لكن في عيد الصعود نقول ايه، المسيح قام من الاموات وصعد الى السماوات. ده مجدنا الاثنين مع بعض، ده بعد عيد الصعود. من يوم عيد الصعود بندمج كل الالحان، بنخليها اثنين، المسيح قام من الاموات وصعد الى السماوات، خلاص. بعد كده في عيد حلول الروح القدس بنخليهم الثلاثه، المسيح قام ثم صعد ثم ارسل لنا البراكليت او الروح المعزي او الروح القدس، تمام. بنقول بقى ليه يعني كل حاجه بزود، كل مره بزود، في الاول المسيح قام ملك المجد قام من الاموات، في عيد الصعود المسيح قام من الاموات ثم صعد الى السماوات، عيد حلول الروح القدس المسيح قام ثم صعد ثم وارسل لنا البراكليت. المحير ده بيتقال اخر حاجه قبل اجيوس الفريحي، اخر حاجه في الزفه بتاعت القيامه. زفة القيامة بتتقال ألحان كتيرة جدا، يا كل صفوف وخرسوس أنستي وطون سينا ولحن اسمه تين أناستاسين ولحن اسمه توليسو ولحن اسمه بيخرستوس أفتونف. بعد كده بنقول اللحن دوت اللي هو باشويس إيسوس بيخرستوس بقورو أنت إيه بقو. نسمع كده الكلمات بتاعته ونشوف ونركز مع بعضينا. باشويس باشويس، لو احنا حبينا ان احنا نطلعها من على التليفون، يعني مفيش حد مثلا معاه كتاب، عشان في ناس بتتابعنا، الناس من مدرسه الشمامسه وناس مش مشتركين معانا في مدرسه او ناس كبيره بتتابع معانا، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بنطلع على التليفون او الكوبتك ريدر ونجيب المناسبات الاعياد ونطلع الاعياد السيديه الكبار ونطلع عيد القيامه او الخمسين المقدسه، تمام؟ بيسموها الخمسين او الخمسين، عشان احنا بنقول خمسين عشان خمسين يوم. لكن في ناس بتسمعها خمسين، لا اللي هي مش الخمسين بتاعت الجو يعني، تمام. نسمع كده المحير اللي هو بيتقال في آخر حاجة في الزفة بتاعت القيامة قبل أجيوس الفريحي. قبل إيه؟ أجيوس الفريحي. باشويس إيسوس بخريستوس، باشويس إيسوس بخريستوس. الكلمات بتبقى مكتوبة على الشاشة، ولو مش معاك كتاب تتابع فيه ممكن نكتبها في ورقة أو نجيب خلاجي أو نطلعها من على التليفون. باشويس إيسوس بإخرستوس في إيطف تون في فول خني اسمه أوت خن بي إيهوو إما شنط إك إيتو نوستن خن تجوم. كمان مرة، باشويس إيسوس بإخرستوس في إيطف تون في فول خني اسمه أوت خن بي إيهوو إما شنط إك إيتو نوستن خن تجوم إك إيتو نوستن خنت الجوم. بنقول إيه؟ يا رب يسوع المسيح، باشويس يا ربي يسوع المسيح الذي قام من الأموات في اليوم الثالث أقمنا بقوتك. واحد يقول لي إحنا ميتين عشان نقوم؟ لا، أقمنا من الخطية، أقمنا من مشاكل، أقمنا من أي حاجة وحشة إحنا ماشيين فيه، تمام. المحير دوت إحنا خدنا منه محيرين، تعيد الميلاد، وخدنا فيه موجود برضو محير تعيد الغطاس، وفي المحير بتاع الصوم الكبير. يبقى انا عندي ثلاثة، يبقى ده الرابع. نسمع كده، باشويس إيسوس بي إخريستوس. نسمع تاني، باشويس إيسوس بي إخريستوس. في حد ابتدى ان هو يقول ايه؟ ده النغمه بتاعته سهله، تلاقي النغمات جميله جدا والنغمه سهله، ودايما
في المسمع بتاعنا في ودننا. في طفطن في أفول خني اسمه أوت. نسمع تاني في طفطن في واحد يقول في ايه في طفطن في أفول خني اسمه أوت. نسمع بقى شويس من الأول بشويس إيسوس بي إخريستوس في طفطن فيفول خني اسموت. بعد كده نرد بقى على المجموعة اللي بتقول دلوقتي خن بي اي هو او اما شمت اك ايتو نوستن خنت الجوم خان. دايما البداية بتاعت الربع التاني بقى هنا بتريت اعلى، البداية بس هي المختلفة عن بداية كل ربع بقى اعلى. خان بي اي هو او او، يبقى هنا ستة زي بقى شويس بس بقى شويس خمسة. خان بي اي هو او 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 اي 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 اما شومت اما شومت اك اي 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 تونو اوستن خي انت جوم. ونخلي بالنا من الوحيد اللي في النص. نسمع تاني خن بي اهو خن بي اهو او او اي اما شومت اك اي انت جوم. نسمع الربع كله على بعضه بقى شويس كده. هما دول جزئين في ربع واحد. لما يجي تلاقي الخورس كده واقفين في الخورس مجموعتين، المجموعه البحر بتقول الربع الاول، بعد كده ترد عليها المجموعه القبليه الشمس الموجودين برضه بيقولوا بيرابعوا بعض. فطبعا مش الشمسه بس، احنا المفروض كلنا مع بعضنا بنصلي، احنا بنصلي مع الشمامسه تمام، مش للحمدي زي ما احنا قلنا في كذا فيديو ان الحمدي مش خاصه بالشمامسه، لا دي خاصه بينا كلنا، بس الشمامسه بيبقوا هم كقياده واحنا كشعب بنصلي معاه تمام. بس عشان ما نبقاش واقفين في القداس تايهين يبقى الشمامسه واقفين كده، واقفين هم يقولوا احنا واقفين نتفرج عليهم، لا ده احنا مش في الخورس مش بنعرض، احنا بنصلي بنشارك بروح واحد. نسمع كده باشو اويس ايسوس بي اي خريستوس في طفطن في افول خني اسمو اوت. خن بي اهو او او اي اما شومت اك اي اي تونو اوستن خن تجو. الربع اللي جاي بقى مفاجأة جميلة جدا. الربع اللي جاي ده يعني موحد على كل محيرات الأعياد اللي هو الربع الثاني. ني شيروبيم نمني سيرافيم ني أنجيلوس نمني أرشي أنجيلوس ني ستراتيا نمني كسوسيا تمام. الربع ده هنلاقيه موجود في محاير عيد الميلاد، هنلاقيه موجود في محاير عيد الغطاس، لكن مش موجود في المحاير بتاع الصوم الكبير. نسمع كده
ني شيروبيم نمني سيرافيم ني أنجيلوس نمني أرشي أنجيلوس الشيروبيم والسيرافيم الملائكة ورؤساء الملائكة تمام ني ستراتية العساكر نمني خصوصية والسلاطين ني إسرونوس والكراسي ني متشويس ني متشويس والربوبيات ني جوم ني متشويس ني جوم والقوات تمام هنعرف دلوقتي مالهم دول في الربع اللي بعد كده ني شيروبيم نمني سيرا في نمني أرشي أنجيلوس الجزء اللي بعده نيستراتيا نمني إك سوسيا ني تمام اكيد في ناس كتير حافظاه فاللحن ايه سهل ليه خلاص الجزء اللي بعده اللي هو الاخير بقى اللي هو بقى عايزين نشوف الشربوم والسرافين مالهم اف او شي فول اف جو ام مو صارخين قائلين جي اك او واب او اك او واب اك او واب قدوس 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 اب تشويس اني اون رب الدهور اب تشويس يعني رب اني اون الدهور اب تشويس اني اون ما قلتش اون يعني ظهر لا اني دهور اني اون اخرستوس انستي اكنيكرون المسيح قام من الاموات صارخين قائلين قدوس قدوس رب الدهور المسيح قام من الاموات تعال نشوفها كده بالنغمه جميله بتقول ايه اف او شافو او 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 لف جو نسمع تاني اف او شيف او 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 ليف جو او ام موس جي تاني جي إيكو واب جي إيكو واب أو إيكو واب كم مرة إف أو شيف أو 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 لف جو أو إم موس J E K O M O E K O M الحتة اللي بعدها E K O M E K O M E B S O إني أونخ ريستو أو 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 أني إستي إكنكرون الجزء الثاني كم مرة يا ريت نصحصح مع بعضينا ما حدش يسرح ولو سمحتوا معلش لو في أي حاجة فعلا اكتبوا لنا يعني قول لو سمحت يا معلم ولا يا أستاذ مينا في الحتة الفلانية لو ينفع ان احنا نسجلها تاني هنسجلها ولو في اي مشكله في الكتابه مش واضحه او في النغمه ممكن نبقى نظبطها في الفيديوهات التانية يعني تمام نسمع جي اي كواب او هي كواب او اللي هو الجزء الثاني عشان ما نسرحش احنا عندي ثلاثه او كواب اتنين بيتقالوا في ربع وواحده تتقال مع الجزء الثاني ادي الثلاثه بتوعهم
نقول الربع تاني كله بقى على بعض افقوا شافون بعد كده اللحن ده بيتقال بعده ايه؟ اج يوسف فرايحي. خلاص؟ هقول الربع الاول. باشويس ايسوس بي اخرستوس في طفطون في افون خني اسمون خن بي اهو بعد كده بنقول ني شارو بيم وفي الاخر نقول لفوش فول اللي احنا قايلينه دلوقتي. زي ما احنا عرفنا اللحن ده بيتقال اخر لحن في الحان زفة القيامة وبيتقال بعدها يوسف فرايحي وبيقابلها بيبقى فيها الالحان الخاصة بعيد القيامة. ان شاء الله نسجلها وتنزل ان شاء الله على القناة. شكرا خالص لمتابعتكم. سلام.